عيدك ونقول لك ان شاء الله بتقضي اعياد بعد كتيره بصحه منيحه وبالكرامه ذاتها. قلت لك مره كتبت لك لانك كرامتنا والكرامه لا تشيخ، فمعك الكرامه بتكبر وبتنمى وما بتخطير. للاسف بهيدا العيد في اطفال عم تنقتل، ونحن عم نعبر بلبنان وبإحياء أجواء الميلاد إنه نحن إرادة الحياة عنا أقوى، وهيدي طريق من طرقنا لمواجهة الظلم والموت بإصرارنا على الحياة أكثر وعلى الإيمان فيها وعلى إيماننا بقضيتنا وببلدنا. وبدي أقول لكم كمان في عنا سبب تاني تنعيد فيه بهالأعياد، إنه كل الأحداث يلي عم بتصير عم بتأكد إنه التيار وحده خارج المنظومة والبقية كلهم هن جزء من هاي المنظومة. بس الناس اوقات ما بتشوف، اوقات بدها تشوف المسرحية قدامها، شي قاعد فوق وشي قاعد تحت، شي فايت وشي طالع، بتعرف اوقات بدها الناس تلمس بايديها لتصدق. ولسخرية القدر او لحسن حظنا انه الناس اللي هتونا بالشوارع كلهم، يعني كلهم هن طلعوا منهم ونحن الوحيدين يلي طلعنا مش منهم. فمرة جديدة كل واحد تيار وطني حر ما حدا بيقدر ينمر عليه، نحن بنقدر ننمر على الكل بإدميتنا وبسياديتنا وبوطنيتنا.